مباشرة من النجف الأشرف ينضم إلينا النائب المستقل محمد عنوز. أهلا بك سيد محمد. 24 لجنة نيابية تنتظر توزيعها بين أعضاء البرلمان بعدما طالبت رئاسة المجلس تقديم المرشحين. ما هو موقف المستقلين من هذه اللجان أيضا؟ هل قدمتم مرشحين لها؟ تفضل. مساء الخير لكم ولمشاهديكم. بالنسبة لموضوع اللجان، في جلستي يوم أمس واليوم جرى الحديث حول هذا الموضوع، وأكدنا على ضرورة التركيز على ما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 69، هو الأخذ برغبة النائب وخبرته وتخصصه لغرض أن يكون دوره في اللجنة فاعل، وأيضا بهذا التفعيل لدور اللجان يكون مجلس النواب عموما متواصل مع عموم شعبنا من حيث التشريع والرقابة. وهذه القضية أساسية اليوم، وكانت استجابة رئاسة مجلس النواب لهذه المطالب أو هذه المقترحات أو هذا التوجه إيجابي وواضح، أكدت على أهمية أن يكون لكل عضو دور في هذه اللجان بعيدا عن مفهوم التحاصص لهذه الكتلة أو تلك، لأنه هناك طاقات بالإمكان استثمارها ووضعها في المكان المناسب لخدمة عمل اللجان وخدمة عمل المجلس عموما. أما التركيز على عدم وجود رغبة والاستناد إلى فقط عدد مقاعد هذا الكتلة أو تلك، بما معناه سيبقى المجلس كما كان عليه، حيث جرت مناقشات عديدة وكشف النواب الذين كانوا في الدورات السابقة عن وجود خلل في عضوية العديد من اللجان، حيث هنالك بعض اللجان فيها أعداد تضخم كبير وفي لجان أخرى لا يوجد فيها إلا 3 أو 4 نواب، وهذا لم يحقق النصاب في عمل اللجنة. نحن كمستقلين قلنا بأنه دور النائب مهما كان وفي أي لجنة هو دور تشريعي رقابي، وبالضرورة أن لا ينظر إلى اللجان على أساس تصنيف أليف وباء وجيم، وإنما تصنف أنها لجان نيابية تأخذ دورها في التشريعات الوطنية، لأنه مصدر السيادة واحد ومطامح الشعب هي مطامح واحدة في الحصول على حقوقه وصيانة كرامته، وبالتالي لا يجوز التفكير إلا بالتخصص والخبرة والكفاءة. وهذا ما استجاب له الكثيرين من الحاضرين. النظام الداخلي للبرلمان أوصى بمراعاة الخبرة في توزيع اللجان. هل هناك نواب مستقلون يمتلكون الخبرة الكافية للترشح وأيضا التواجد ضمن تلك اللجان؟ بالضرورة موجودين، لأنه لم يأتوا من فراغ، وإنما جاءوا من مجالات وظيفية وإدارية وسياسية متعددة. أنا الذي أمامك، أنا رجل قانون، درست القانون في بعض الكليات الأهلية، وكنت مستشارا في وزارة السياحة والآثار، وحتى بعد الدمج مع وزارة الثقافة كنت مستشارا قانونيا، وغيري من الأخوة الأعضاء أيضا لديهم شهادات عليا ومتخصصين في مجالات متعددة. نحن نؤكد على أهمية تفعيل اللجان في ضوء الخبرة والتخصص والقدرة على أداء هذه الوظيفة، وليس الوجود في اللجنة مجرد رقم دون تفعيل هذا الدور. وكان السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد أكد في جلسة أمس واليوم على هذا التوجه، واستجاب الكثيرون لهذا الموضوع. وهذا لا يغبن الكتل الكبيرة بأن تكون متواجدة في كل اللجان وتوزع أعضائها على اللجان 24، وهذا أمر ضروري ليكون قوة مثل أمام الآخرين بأنه لا تحتكر لجنة واحدة أو تتمسك بهذه اللجنة وتترك اللجان الأخرى. طيب سيد محمد، يجب أن تتفاعل اللجان النيابية كاملة، لأن لا توجد لجنة شكلية ولجنة موضوعية. نعم، رئاسة البرلمان فتحت باب الترشح لمرشحي رئاسة الجمهورية من جديد. أنتم سبق وأن أكدتم أن لديكم شروط تجاه من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ما هي أبرز هذه الشروط؟ س-
سيدتي ليست لدينا شروط وإنما شروط دستورية أكدها الدستور، وهي قضية العمر وقضية الشهادة وقضية السمعة وعدم وجود قيد جنائي وإلى آخره. وهذه الأمور تنطبق على الوزير وتنطبق على رئيس الوزراء وعلى النائب، أن يكون يعني لا يوجد عليه شائبة من الناحية السياسية والاجتماعية بما فيها قضية المساءلة والعدالة. وبالتالي هذه الشروط أعتقد المرشحين 25 قد تقدموا وقد أقرت وأغلقت باب الترشيح، أما اليوم قد أعيد فتح باب الترشيح مرة أخرى. نعتقد أن هذا الفتح هو لإيجاد تفاهمات جديدة وفسح المجال يعني محاولة تفاهم بين الأطراف السياسية لاستبدال كما أتوقع بعض المرشحين. نعم. طيب سيد محمد، المستقلون اتخذوا المعارضة في مجلس النواب، ما هو برنامجكم المقبل لأداء دوركم الرقابي في البرلمان؟ سيدتي، قضية المعارضة في البرلمان هي جوهر الرقابة النيابية، وبالتالي عندما نأخذ دور الرقابة هذا لا يعني الأطراف أو الكتل التي تشارك في الحكومة لا تؤدي دورها الرقابي، يجب عليها كمسؤولية نيابية أن تراقب كما يراقب النائب أو الكتلة التي لم تشترك في الحكومة. هذه مسؤولية مشتركة، كما يساهم في التشريع ويساهم أيضا في الرقابة، ونحن رقابتنا ستكون رقابة جدية فعالة تقوم على أساس تعارض في الموضوع. يعني إذا أردنا نقول نحن معارضة فنعارض حول الموضوعات والمقترحات والمشاريع التشريعية أو المواقف هنا وهناك، وليس معارضة من أجل المعارضة، وليس معارضة لأن نقول لا في كل شيء، بل نتعامل مع الموضوعات لخدمة أبناء شعبنا وضمان تشريع رصين يخدم مصالح الشعب ويحافظ على سيادة البلد. نعم، شكرا النائب المستقل محمد عنوز، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.